إلى ذلك ودعما للمواطنين أمام ما يتعرضون له من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، شارك العشرات من القائمين على حملة إحنا معكم التي تنفذها الإغاثة الزراعية للعام الثاني على التوالي أهالي قرية العقبة في الأغوار في قطف ثمار زيتونهم. في ضوء ما تتعرض له أراضي المزارعين من اعتداءات الاحتلال وقطعان مستوطنيه ضد البشر والشجر والحجر، تأتي حملة إحنا معكم التي تنفذها الإغاثة الزراعية للعام الثاني على التوالي وعلى مستوى الوطن لمساعدة المزارعين في جني ثمار الزيتون ودعم صمودهم في مواجهة اعتداءات الاحتلال. حملة إحنا معكم في لمساعدة المزارعين في عملية قطف الزيتون هي يعني شعار صار للإغاثة تقليدي سنوي، كل سنة احنا بننفذ هاي الحملة في العديد من القرى في محافظات الضفة الغربية، وهي بتيجي استكمالا للمشاريع اللي تنفذها الإغاثة الزراعية تعزيزا لصمود المزارعين. هنا في طوباس وبالتحديد في قرية العقبة والتي تتعرض لاعتداءات الاحتلال المستمرة وبسواعد لا تعرف الكلل أو الملل، شارك العشرات من المتطوعين والقائمين على حملة إحنا معكم المواطنين في قطف الزيتون دعما لهم وتثبيتا لوجودهم فوق أرضهم. على كل فئات المجتمع، على كل مؤسسات المجتمع، على الحكومة والمؤسسات الأهلية والاتحادات الشعبية، يجب علينا أن ننتبه جيدا أن شجرة الزيتون شجرة مستهدفة من قبل الاحتلال، شجرة يعني ترمز إلى عروبة الأرض، ترمز إلى جذورنا العميقة في داخل هذه الأرض الفلسطينية. احنا اليوم في حال نطلق الإغاثة الزراعية لمساعدة المزارعين الذين يقعون في الكرة التي تقع في المناطق المهددة في المصادرة، احنا جينا اليوم نساعدهم في حملة قطف الزيتون ومشان نعزز صمودهم ونقويهم انهم يثبتوا على ارضهم. موسم قطف الزيتون وعلى مستوى ارجاء الوطن يشكل شريان الحياة لالاف الاسر ومصدر رزق لهم، موسم يتطلب تضافر الجهود وتعاونا مشتركا لمواجهة ما يرتكبه الاحتلال وقطعان مستوطنيه من جرائم بحق شجرة قد بارك الله بثمرتها وغرست جذورها في تراب الأرض لتبقى شامخة شموخ أهلها. هذه الحملة هي يعني تخدم المواطنين وترفع من معنوياتهم ودعم صمودهم لأنهم بتعرضوا يومين إلى المشاكل. المضبوط أن بقدم الشكر لمدير الإغاثة الدكتور سامر أحمد وللأخ أبو ساري وإلى مجموع الفريق تبع الإغاثة الزراعية لدعمهم المتواصل إلى قرية العقبة، وسوف تدعم صمود المواطنين هذه الحملات، وبتمنى من كل المؤسسات أن تهدوا حذو هذه المؤسسة التي تقوم على دعم المواطنين في قرية العقبة. وتكتسب الحملات الشعبية المنفذة على مستوى الوطن أهمية خاصة لا سيما في موسم قطف الزيتون، والتي تعكس أصالة شعبنا وارتباطه بالأرض والتآخي بين أصحابها في مواجهة العابرون الغرباء.